حالته هلأ صارت أحسن، بس بيضل محتاج معاملة خاصة. يعني بعد كده ممكن أزوره باستمرار؟ أكيد، وخصوصا إذا الزيارة هذه أثرت بالإيجاب. شرف. ماما بقى هي اللي عاوزة تقولك انك وحشة قد الدنيا دي كلها. ما سبتيلي ما سبتكش ابدا يا حبيبي، والله العظيم كان غصب عني، صدقني كان غصب عني، وده مش هيحصل ده تاني ابدا يا رب يا رب يا رب.